بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالدرس الثاني راح نتناول موضوع الوذر، ضبط الوذر. بعد ما تعلمنا كيف نتحرك بالشكل أو باللوميون، بدنا نيجي نضبط له اتجاه الشمس. اتجاه الشمس هي أول أيقونة مكتوب عليها كلمة وذر. أول ما نشيل الماوس بتختفي القائمة باعتبار. أول ما أحط الماوس مباشرة هون تطلع لي قائمة الوذر Landscape Material Import Objects. قائمة الوذر في عندي هنا أيقونة أولى وثانية. الأولى اللي هي Sun Direction، سواء كان عندي مثل South ولا North ولا West West ولا East. القائمة الثانية برضو Sun Height، ارتفاع الشمس عن الأرض. فإذا أخذت الشمس حبيت نعمل اتجاهها جاي عندي من الإيست، طلعت الاتجاه هاي جاي عندي الشمس من الإيست. حبيت إني أرفع الشمس لفوق، بقدر أخليها ترتفع لفوق. ساعتها ممكن تكون مخبية شوي صغيرة ورا الغيوم، وبلاحظ كيف الأثر تبعها بالظلال، كيف إنه الظل عندي بصير أقصر أو عمودي حتى على حاله. بقدر أجي أنزلها أخليها مثلا وقت المغربيات. وهلا راح نشوف إحنا كيف الإفكت راح يتأثر فيه الشمس أو السماء. إذا نزلت لحد هون بلاحظ إنه حتى السماء صار لونها شوي صغير قريب على المغربيات. بقدر أنزلها أكتر شوي صغيرة، بلاحظ برضو الإفكت كمان تأثر الألوان الزهرية زي الشفق الأحمر. بلاحظ برضو قديش صار عندي طويل اللي هو الإفكت أو الشادو. بقدر أعمل جو ليلي، مجرد ما أنزل الشمس بصير عندي الجو أو المشهد ليلي. ساعتها بلزمني إضاءة ليليا اني استخدمها جوا المشهد. رح ارجع الشمس لهذا الاتجاه اللي هو بحسه من احلى الثيمات. طيب رح اخذ هون عندي كلمة اللي هي عندي هون السن، قوة الشمس. فاذا اخذت هون اسف قوة الغيوم، هاي قوة الشمس. خلي ارجع الشمس شوي صغير لفوق. بقدر احكي بقدر اخفف حجم الغيوم او كمية الغيوم. بقدر ازيد كمية الغيوم اني اعمله مثلا غائم جزئي او بشكل كامل. هي اختفى قرص الشمس. بنزل لحد هون مشان نشوف الإفكت التاني. الإفكت التاني بدنا نطلع عليه اللي هي قوة الشمس. إذا جيت هون وطلعت على الشادو، طلعت على شدة الشمس، بلاحظ قديش سطوع الشمس طالع. ممكن خلي الشمس شمالها تكون زي كأنه باعتبار الجو يعني شماله رايكو هذه. بقدر أخلي الشمس شمالها وكأنه ساطع على الآخر. فهي تفضيلاتك الشخصية. خليه زي هيك. راح أطلع الغيوم. رح أجي عندي على نوعية الغيوم أتحكم فيها. ممكن أعمل المشهد بهذا الشكل أو أستخدم هاي الغيوم. ممكن أستخدم نوعية تانية عم بطلع كيف شكل السماء كليا بيختلف ما بين مشهد ومشهد. هذا هو موضوع الوذر. إذا الله الدرس الثاني رح أتناول فيه موضوع اللاندسكيب. يعطيكم العافية.